السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه شيوات مختاره. اليوم غادي نحضر معكم اللوبيا البيضاء بطريقه بسيطه وسهله، كتجي معلكه ولذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. ودابا غادي نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. عندي هنا واحد نص كيلو ديال اللوبيا، فزكتها في الليل، كتجي بهذا الشكل. جوج مطيشات محكوكين، واحد معلقه كبيره ديال مطيشات الحك، جوج معالق ديال القزبر معدنوس، واحد ربعه الفصوص ديال الثوم، وجوج ديال السودانيه اللي كيبغيها اللي ما كيبغيهاش بلاش. وفي العطريه عندي الملح كتبقى على حسب الذوق، عندي الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره بابريكا، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال القزبر حبوب. وعندي هنا نص كاس ديال زيت العود. خديت هنا كوكوط وضعتها فوق النار، غندير فيها اللوبيا. غندير مطيشه، غندير قزبر معدنوس، غندير العطريه، غندير الثومه هكذا ما بلا ما نقطعها، اللي بغى يحكها يحكها، اللي ما كيبغيهاش تبان. غندير زيت العود، غنحرك هاد العناصر واحد شويه يتجانسوا مع بعضياتهم، وبحال شويه نشحر هاد اللوبيا. انا درت اللوبيا هنا وفي نفس الوقت درت عندي هنا الماء كيطيب، غادي نروي بهذا الماء طيب شويه بحال هكذا، نغطي اللوبيا. وغادي نغطي عليها ندير الصفارة ونخليها واحد 20 حتى 25 دقيقة. دازت هنا 25 دقيقة، غنطفي على اللوبيا، غادي نحاول نخليها تتنفس كوكوط ونحلها. اللوبيا هي دخلها الطياب، كتشوفوا هي وكحات كل نوع وكيفاش. غنزيد فيها شويه الماء طيب، كنتكمل طيابها. غندير هاد مطيشه، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وغادا نرمي هاد جوج سودانيات، مبغيتش نديرهم في الاول، خفت لي يطلقوا.
انا عاد غنديرهم وغنشعل عليهم البوطه نحاول شويه نطلق هاد المطيشه غنعاود نسد عليها واحد شويه واحد 10 دقائق هكذاك ونعاود نحل نشوف واش كمل الطياب. بعد ما مرات واحد 10 دقائق حليت على كوكوط اللوبيا هي هادي انا حليت عليها كنشوفها هي طابت بغيت نخلي فيها شويه ديال لاصوص كتجي بهذا الشكل معلكه كيف كتشوفوا قدموها بالصحه والراحه. الطبق ديالنا ديال اليوم قدمته بهذا الشكل كيف كتشوفوا كنتمنى تجربوا هذه الطريقه البسيطه في تحضير اللوبيا انا متاكده غادي تولي معتمده عندكم كيف شفتوا كتجي معلكه ولذيذه وسهله في التحضير. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله كيف ديما سهله في التحضير مكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.